هل إذا وجدت الإمام يخطب في يوم الجمعة هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخلت والإمام يخطب يوم الجمعة فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين، لأنه جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فدل على تأكد صلاة الركعتين لمن دخل والإمام يخطب، ولكنه يتجوز فيهما، بمعنى أنه يخففهما من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.